السلام عليكم. احنا الان في التدريب اللي خاص بالتدرب على تصنيف بنود الميزانية العمومية، واللي بعض الناس بيسموها قائمة المركز المالي. طبعا هذه القائمة نحكي بالاول شوية عنها، انه هي تتكون من 3 اقسام رئيسية. تكلم عن الاصول، وبعض الناس بيقولوا عنها الموجودات او الممتلكات، وفي عندنا القسم الثاني هو الالتزامات أو الديون التي تكون على الشركة، والقسم الثالث حقوق المالكين أو المساهمين اللي هي بتمثل حق المالكين في الشركة. يبقى لاحظوا إنه في عندي أصول، عندي التزامات، وعندي حقوق ملكية. طبعا مجموع الأصول لازم يساوي مجموع كل من إجمالي الالتزامات وإجمالي حقوق الملكية. تعال نشوف الآن التدريب. التدريب بيقول البنود التالية مأخوذة من ميزانية شركة نايك. طبعا عندي نقدية وذمم مدينة وأسهم عادية، أوراق دفع، أصول أخرى، التزامات أخرى، مخزون آخر، ضريبة دخل مستحقة، أصول ثابتة، أرباح محتجزة، وذمم داينة. الآن بيقول لي في التدريب نفذ التدريبات التالية. المبالغ بالمليون طبعا. ألف، صنف كل بند من البنود السابقة إلى أصول، التزامات أو حقوق ملكية زي ما حكينا توي، اللي هي المكونات الأساسية للقائمة. فحنبدأ الآن. هدول طبعا مش مرتبين، مطلوب إن نرتبهم في القائمة حسب العدد. طبعا الأصول، المقصود بالأصول اللي هي الأصول أو الموجودات اللي بتمثل المعدات والأدوات والأصول المادية التي يملكها المشروع. عشان كده تعال نتعرف كيف نبدأ بهذه الأشياء. أول الأصول المملوكة المشروع عادة نقدية، وبنجيب مبلغها اللي هو عبارة عن المبلغ 828. ثم بعد كده في عندي أنا الذمم المدينة. نجيب الذمم المدينة، هذه بيمثل الدين، الذمم المدينة بيمثل الدين اللي للشركة على زبائنها. هذا بيمثل الدين اللي للشركة على زبائنها. طبعا في عندي نقدية، هذا حق أو أحد الأصول تحت الشركة. الذمم المدينة أحد الأصول. في عندي كمان مخزون آخر الفترة، لو أخدتوا بالكم هذا أحد الأصول، مخزون آخر اللي هو قيمة البضاعة المتبقية في نهاية الفترة بدون بيع، البضاعة المتبقية بدون بيع. الآن ظل عندي، لو أخدتوا بالكم في عندي أصول أخرى، الأصول الأخرى بنجيبها، هي أصول متنوعة صغيرة القيمة، وبالتالي ممكن نجيب المبلغ تبعها هنا زي كده. الآن ظل عندنا حاجة اسمها الأصول الثابتة اللي هي بتمثل المعدات والآلات والتجهيزات والسيارات والأثاث، فهذه كنا حنجيبها من هنا، وهذه بتكون آخر مكون في الأصول. وهذا الكلام حسب معايير المحاسبة الأمريكية، لكن حسب معايير المحاسبة الدولية بتكون هذه الترتيب لهذه الأصول يعني بشكل عكسي، بمعنى بنبدأ بالأصول الثابتة ثم الأصول أخرى ثم مخزون آخر ثم ذمة مدينة وأخيرا نقدية. طبعا نيجي نجمع كده، زي ما انتم عارفين احنا بنشتغل على الإكسل، فبنجمع جمع تلقائي بيعطينا المجموع هذا. بالنسبة للخانة العشرية بنطلعها ما في مشكلة، عشان بس الناس تشوفها. بنيجي للالتزامات. الالتزامات قلنا بيمثل الديون التي تكون على الشركة لصالح الغير، يعني ديون الغير على الشركة. أحد أهم الديون الموجودة في عندي أنا زي ما أنتم شايفين، في عندي ذمم دائنة، والمبلغ تبعها اللي هو المبلغ هذا. بعدين في عندي، لو أخدتوا بالكم في عندي هنا أوراق دفع، هذه عبارة عن شيكات أو كمبيالات مستحقة على الشركة. طبعا بنجيب المبلغ تبعها هان. أيضا في عندي، لو أخدتوا بالكم في عندي ضريبة دخل مستحقة، هذا دين علينا لصالح الضريبة، عشان كده كنا حنجيبها هان. ضريبة دخل مستحقة، ونجيب المبلغ تبعها هان.
اخر حاجة بيقول لي في عندي التزامات اخرى، لو هذا الرقم، وبنجيب المبلغ تبعه اللي هو اقباله. طبعا هذا بيعطيني اجمالي الالتزامات او الديون التي على الشركة. ضل عندي حقوق المساهمين. المساهمين او المالكين حقوقهم في الشركة حاجتين: رأس مالهم الممثل اما في قيمة مبالغ نقدية سددوها كحصص او في صورة اسهم. فهنا بيقول لي حقوق المساهمين في عندي انا اصلا، لو اخدتوا بالكم، في عندي الاسهم العادية اللي هي بتمثل حصص المساهمين في الشركة، وبنجيب المبلغ تبعها هان. ثم الأرباح المستبقى اللي توي عرفنا كيف تنحسب في القائمة اللي فاتت، الأرباح المستبقى آخر الفترة، وهذه طبعا بيقول لي هي أرباح محتجزة زي ما انتم شايفين، وهذه بنجيب المجموع تبعنا اللي هان. بنيجي نجمع الآن إجمالي حقوق المساهمين، هو حاصل جمع هذا زائد هذا. لان عشان نتاكد ان شغلنا صح، تعال نشوف مع بعض. بنجيب قديش الاصول، قديش مجموع الاصول، قال هذا الرقم. طب وقديش مجموع الالتزامات، قال هذا الرقم اجمالي الالتزامات. وقديش مجموع حقوق المساهمين او المالكين، له هذا الرقم. لان المفروض حسب المعادله يكون عندي الاصول بتساوي الالتزامات زائد حقوق الملكيه. تعال على جانب بيجمعهم هنا، يساوي هذا زائد هذا. قديش طلع عنا؟ 7891.6، وهذا بيساوي تماما مجموع مين؟ مجموع الأصول. الآن السؤال اللي بعده: إلى أي مدى تعتمد شركة نايك على التمويل بالدين؟ هذا حنفتح إن شاء الله فيه نقاش معاكو بناء على يعني مراجعتنا لهيكل تمويل الشركة، اللي هو يعني قديش في عندي تمويل بالدائنية وتمويل بالملكية. وبهيك بنكون خلصنا عمل التدريب اللي خاص بتصنيف بنود الميزانية. شكرا.